Genera aí entra ajuda. Mitlera aí tá. Isso é o water coy. Olha tá bem que. O fiat né cara? 50 ليرة أي قطعة 50 ليرة برشلار يعني أي قطعة 50 ليرة هون القطعة ب 50 ليرة هون أي قطعة ب 100 ليرة سوق الفالي والمستعمل موجود في منطقة باكلتوي احنا اليوم في بازار باكلتوي موجود فيه إلى ثلاث أسواق في قلب سوق واحد سوق مسؤول طبعا بعيد عن المترو خمس دقائق هون بجمع 150 ليرة بنصح الكل بزيارته أحط لكم موقع أصدقائي بصندوق الوصف حتى الكل يستفيد منه ويجي يزور هذا السوق اللي موجود بمنطقة باكلتوي نفسها سنتين ب 150 هذه مسائية هون البنطلونات نسائية أسعارهم 300 ليرة في رجالي وفي نسائي من الألوان مع الأسعار هجرة 15 ليرة فيو قطعتين قطعة أسعارية صمدات بنصحكم تزوروا هذا السوق رح تلاقوا كل شيء موجود فيه هي الاسعار حاليا هي الاجواء الحاليه في اسطنبول بس هي ليره الجلودات هون اللباط 150 ليرة بلادية هون النسائية 75 ليرة فقط ب 250 قنادر هدول 250 سعرهم هون كمان 250 هي الأسعار في سوق باكلتوي هون ب 100 خمس ليرات اي قطعة عشرين ليرة السوق البالي والمستعمل هون هي قطعة ب 50 ليرة مية وخمسين بنطلونات فلسطينية هي قطعة ب 100 هنا أي قطعة ب 100
جامعات الميتين ليو هما لابس ولادية 150 هون أي شنتاي 100 ليرة هون أي شنتاي 50 ليرة خمسين ليرة أي دوزة هون شاكيتات 200 ليرة هي الأجواء الحالية هنا اللي شايفين اليوم سعر الدولار في تركيا 32 ليرة فاصلة 32 قرش حالة الطقس أجواء كثير شمسة درجة الحرارة اليوم 16 درجة مئوية أجواء ما قبل العيد أسواق اسطنبول هاي 150 50 ليرة عفوا البطلونات 150 70 ليرة موجود بسطات كثيرة ما شاء الله سوق كثير كثير بيوم كامل ما بتقدر تخلص منه تتسوق تتوضا حتى تشتري ملابس لعيب هاي الأجواء الحالية أسواق اسطنبول ما قبل العيد متين وخمسين أي شنتاي أسعار البنطلونات في أسواق اسطنبول هي الأجواء الحالية أجواء قبل العيد